عدنا إلى المربع الأول بذلك الحديث الذي تبعناه قبل قليل من قائد قوات الدعم السريع، وأن أنقل هذا السؤال إلى ضيفي سيد مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت من أدس أبابا. سيد مصباح مرحبا بك. سيد مصباح، يعني أنت بالتأكيد تابعت هذا الفيديو الذي نشر لقائد قوات الدعم السريع بعد أن كان الحديث عن تشكيل لجنة اتصال سياسي لأجل الوصول إلى إرساء السلام، وبعد أن كان هناك حديث عن البقاء في جدة وضرورة الوصول إلى صيغة لوقف هذه الحرب حتى يتم إنهاء معاناة الشعب السوداني ويتم الوصول إلى اتفاق سياسي، عدنا للحديث إلى استسلام قيادة الجيش وتسليم جماعة البدروم لأنفسهم وتغيير هيئة القيادة. هل عدنا للمربع الأول برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لك أستاذة حياة، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الجزيرة. الحقيقة من المؤسف أن نعود إلى المربع الأول، مربع التلاشق الإعلامي ما بين الجانبين الذي كان ما قبل الحرب والذي حذرنا منه، وأن هذه الحملات الإعلامية المتبادلة والاستفزازات المتبادلة لن تكون أو لن تساعد في حل الأزمة الراهنة. الوضع الآن بعد أن استبشر الناس بتصريحات إيجابية للطرفين بأنهما جادين في الوصول إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وبدأت المفاوضات في جدة بصورة إيجابية، إلا أن هذه الخطابات الإعلامية النارية التي سمعناها خلال الأيام الماضية سواء كان من السيد الفريق ياسر العطاء أو حتى من قائد الدعم السريع اليوم أو حتى الخطاب البيان الذي صدر من الدعم السريع كلها مؤشرات غير إيجابية ولا تصب في صالح التهدئة والوصول إلى تفاهم لوقف إطلاق النار لتخفيف المعاناة على الشعب السوداني الذي يتحمل وزر هذه الحرب وتكاليفها التي ليس لهم فيها أي وإنما من تباينات الطرفين بصورة نحن نأمل أن يرتقي قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والإحساس بما يعانيه الشعب السوداني من آلام ومن عذابات من هذه الحرب ومن تشريد، وليرتقوا لمستوى المسؤولية وأن يتفقوا على وقف إطلاق النار، ثم من بعد ذلك يمكن أن تكون هنالك أن يكون هنالك تحقيق عن من المتسبب في هذه الحرب ومن يتحمل المسؤولية لاحقا، ولكن أن تصير الأمور بهذه الصورة والتراشق الإعلامي هذا أمر غير إيجابي. طيب سيد مصباح، الحديث عن وقف إطلاق النار يعيدنا إلى منبر جدة بالأساس، بما أن منبر جدة هو الذي تتم فيه مناقشة مسألة وقف إطلاق النار أو الوصول إلى هدنة. كلا الطرفين يتحدث من وجهة نظره، الجيش يقول أنه يطالب بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين ومن مناطق الخدمات الكهرباء والمياه وغيرها من المناطق داخل الخرطوم حتى يستطيع أن يوقف هذه الحرب. الجيش مهمته الأساسية هو حماية المواطنين، إن لم يكن قادر على تحقيق تلك المهمة فكيف يوقف الحرب؟ على الطرف الآخر قوة الدعم السريع تقول إن ذلك ليس ممكنا لأنهم لا يسيطرون على المناطق الخدمية بل يسيطرون على مناطق حيوية تابعة للجيش، وبالتالي هم لن يسلموا تلك المناطق. كيف تنظرون إلى هذه النقطة، وهل تعتبروا أن مطلب الخروج من المناطق الحيوية من داخل الخرطوم ومنازل المواطنين مطلبا عادلا أم مطلبا غير منطقي؟ من المؤكد أن وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب يتطلب الالتزام باشتراطات معينة من ضمنها إخلاء كافة المناطق الخدمية والسكنية، نحن نعتقد أن العاصمة نفسها يجب أن تخلى من كافة المظاهر العسكرية فيما يتعلق بالمنشآت المدنية حتى يتمكن المواطنون من العودة للحياة لحياتهم الطبيعية ومن ممارسة حياتهم وفتح الممرات لمساعدة المتضررين ولمعالجة آثار هذه الحرب خاصة فيما يلي الخدمات. طبعا لا يمكن أن تكون هنالك مظاهر عسكرية في الشوارع وفي الأماكن العامة وفي منازل المواطنين وفي المستشفيات وغيرها، وأن تكون هنالك بنادق موجهة وجه بعض وأن نقول أن هنالك سلام أو وقف إطلاق النار. هذا أمر لا بد منه، لا بد من الاتفاق على
إخلاء كافة المدينة من المظاهر العسكرية، خاصة فيما يلي المناطق العسكرية. أما فيما يلي ترتيبات وقف إطلاق النار، ترتيبات سحب الجنود وإلى ما يلي ذلك، هذا يجب أن يكون مراقب بلجنة متفق عليها من الجانبين ومن الوساطة، وأن تكون هنالك رقابة دولية كذلك حتى يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار. نحن ما نأمله أن يتفق الطرفان على مبدأ وقف إطلاق النار أولا، ثم تأتي التفاصيل لاحقا في بصورة تحددها اللجان المشتركة التي يجب أن تحدد كيفية مسار الموجود القوات، ثم فتح الممرات وغيرها. الآن نحن لدينا أزمة إنسانية، لا يستطيع المواطنون في كافة أنحاء السودان في مناطق المتضررة أن تصلهم المعونات وأن تصلهم الاحتياجات الضرورية بسبب هذه الحرب. هذا أمر ملح وضروري يجب على الطرفين أن يعني يراعياه في هذه المفاوضات، وأن يعني يكون ضروري جدا أن توقف وقف إطلاق النار وأن تتفق على فتح الممرات الآمنة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحل الجذري الذي ينهي هذه الحرب. شكرا جزيلا سيد مصباح أحمد، رئيس دائرة الأعلام بحزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير المركزي، كنت معنا عبر الإنترنت من أديس أبابا، لك جزيل الشكر.